opportunity to mention on a sad note that in the course of the last 4 years, we have lost elegant personalities that have managed the ICT sector in this continent. إن هذه الدورة تتيح فرصة فريدة لنا كأعضاء في الاتحاد لضم جهودنا وتجسيد التنسيق الذي نصب إليه كأفارقة من حيث تناغم الرؤى وتوحيد المقترحات لضمان الدفاع الأنجع عن مصالح وقضايا قارتنا على الصعيد الدولي، وذلك السبيل الأوحد للاستجابة الأمثل لطموحات شعوبنا في الاستفادة من المزايا المتعددة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ودعم استراتيجيات الشمول الرقمي والاندماج في مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة التي تقودها حكوماتنا.